السلام عليكم. كلمة سحرية ممكن تحل مشكلتك، ممكن مو بأكيد لكن ممكن. وش تطلع الكلمة دي؟ الكلمة هي تابع، follow up، وراجع. شلون؟ أقول لكم، مرة تواصل معاي أحد الشباب كان مقدم الظاهر دراسات عليا أو غيره، المهم وجاله إيميل إنه رفض بأقصى درا، وهو كان مأمل آمال وغيره. المهم سالفة طويلة، الزبدة قال بيروح الجامعة لسبب أو آخر، راح ويوم سأل قال على أساس يشوفه إلا قالوا له أنت مقبول. مقبول؟ شلون مقبول؟ أنا جاني رفض. شلون جاك رفض؟ يوم شافوا إلا طلع في مشكلة بالسيستم، تكنيكال ايرور، تقنية من هالقبيل. فتخيل أنت مرات توقف شغلات عندك وتخلق مشاكل وغيرها، والسبب ببساطة أنك ما تابعت الموضوع، تشوف إيش صار عليه، أو اعتمدت على التقنية وغيرها. مدام ما ردوا علي يعني ما قبلوني. أنا أتكلم عن نفسي، يا ما راحت علي أشياء السبب أني ما تابعت. أنا منتظرهم همي يتواصلون معاي، فقلت بس مدام ما تواصلوا يعني ما يبون أو إلى آخره، والغلط مني. فالمفروض مدام الحاجة لي والشيء اللي أنا أبي، المفروض أنا أتابع. ترى ما حد بيهتم بشغلة أنت بيها مثلك أنت، فإذا الشغلة لك تابع. عن هذه تنطبق على أشياء كثيرة، تنطبق على قبول جامعات، تنطبق على عملاء وشركات وأعمال ومشاريع إلى آخره. فأنت شوف وين تنطبق عندك وطبقها وتابع، وموفقين.